السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اليوم أشارك معكم بعض الأماكن التي تسعدني. كل إنسان ولديه أماكن تسعده. يوجد من يحب أن يكون سعيد ويحب أن يكون في البحر. يوجد من يحب أن يذهب إلى الغابة. يوجد من يحب أن يذهب إلى يسافر إلى ويزور أماكن فيها تراث. كل إنسان إلى آخره. كل إنسان ولديه أماكن تسعده، لأن الله سبحانه وتعالى البر خلق لنا، الخالق خلق لنا البحار والجبال، وسخر لنا البحار والجبال والأنهار وكل ما يسعدنا، الأشخاص سخر لنا الأشجار وكل ما يسعدنا لنكون سعداء، لأن الله البر يحب سعداء. وأشارك معكم بعض الألعاب التي تسعدني. يوجد من يحب ممارسة الرياضة فهذا يسعده. يوجد من يحب ممارسة ألعاب أو أي أكتيفيتي، أي رياضة أي تسعده. وأنا من بعض الألعاب التي تسعدني هو أني هذه الألعاب التي أحب أن أكون ألعب فيها من فترة إلى أخرى لأنها تسعدني. وبمناسبة عيد المولد النبوي الكريم جاءت هذه بمشيئة الله، جاءت هذه الخرجة السعيدة التي جاءت مع مولد النبوي الكريم. وبهذا أنا أحتفل، على كل إنسان يحتفل بالمولد النبوي على طريقته. ولا ننسى الصلاة كثيرا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأترككم تتابعون بعض لحظات التي تسعدني، لأنكم عائلتي. أنا أحبكم كعائلتي، وأحب أن أشارك معكم هذه اللحظات التي تسعدني، لأنقل لكم هذه طاقة السعادة التي طاقة الأوقات التي تسعدني. حقيقة أنا لم ألعب هذه اللعبة أبدا في حياتي، وهذه المرة الأولى التي ألعبها. وبصراحة لقد صرخت بأقصى من أعماق قلبي، ولا مرة صرخت في حياتي كما صرخت هذه المرة في هذه اللعبة، لأني لم ألعبها ولا مرة في حياتي. و كانت مفاجأة لي، لأني أحسست برعشة، بخوف، برعشة لا أستطيع أن أشرحها لكم، لكن كانت تجربة جيدة جدا. لأني أحسست بعدها أنا الحمد لله مرتاحة وسعيدة. الحمد لله والشكر لله، الذي يكون مع الله سبحانه وتعالى دائما يكون سعيد دائما دائما. لكن أحسست أحسست نفسي أكثر خفة والله. وأنا أعرف أن يوجد علاجات حتى للناس الذين يكونون مرتاحين وسعداء عندما تصرخ بأقصى ما لديك. ولم أجربها من قبل، لكن في الحقيقة يوجد من يذهب إلى الغابات ويصرخون بأقصى ما لديهم ويشعرهم بخفة. أنصح كل إنسان كان مرتاح أو لم يكن مرتاح أن يجرب أن يصرخ بأقصى ما لديه، والله العظيم تحسون بخفة كبيرة كبيرة. لكن أمي ضحكت ضحكنا أنا وأمي بعدها ضحك لا يصدق، لأني كنت أصرخ ولم يهمني أبداً.
كنت أسرق وكأني لوحدي، لكن كانت تجربة جميلة مضحكة وعموما كانت جميلة. أردت فقط أن أشارك معكم هذه اللحظة التي عشتها، وأن أقول لكم كيف شعرت في هذه اللعبة. السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجميلة اللي بمناسبة المولد النبوي، وأنا جد سعيدة. هذا اليوم راح جميل جدا، راح مبارك، وراني نحس. جيبكم من هنا تشوفوا هذا المنظر الجميل جدا في بلدي الجزائر، في ولاية تلمسان. أنا من ولاية تلمسان، اللي ما يعرفونيش، اللي يعرفوني وشافوا لي فيديو تاعي الإقدام يعني ما عارفين، اللي يعرفوني واللي ما يعرفوني وشافوا لي فيديو وما عارفين بدي من ولاية تلمسان، وحتى اللي ما يعرفونيش مرحبا بكم في القناة. اليوم هذا اليوم مبارك وجميل جدا، وراني حس طاقة جميلة لأن يوم مبارك بمناسبة المولد النبوي الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما تسليما. اليوم حنا جينا نحتفلوا بالمولد تفسح، وصلينا بزاف على النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيت نشارك معكم هذه الطاقة وهذا اليوم الجميل جدا، ونبعث لكم هذه الطاقة. واليوم دعاء مستجاب، كل يوم دعاء مستجاب، صح اليوم بالمناسبة على المولد النبوي، دونك الإنسان يدعي بزاف الله، وإن شاء الله ربي يستجب لكامل الناس اللي رخصهم يحقوا أشياء فيها الخير وفيها الله يبارك لكم في كل أشياء، والله يستجب لدعواتكم اللي فيها الخير إن شاء الله بإذن الله. دونك نخليكم تزيدوا تواصلوا في هذا الفيديو معي.
تسنيم ثاني الاصلي كما راكم تشوفوا سي دي فوتو تري بريسيوس باسكو قديمه واصليه نوار اي بلون. هذه هي تيمين سان كي كانت بكري. الوغ حبيت نعمل بوبليسيتي لهذا الانسان هذا الريستورون. ما يعرفوني ما قالوا لي ما والو، مي سي لا بروميير فوا لي جيت لعندهم و فرانشمون عجبني لاكوي. الماكله بنينه. كيسمو الريستورون الحاج مصطفى في تيليمسان. دوك نوري لكم فاين لوندرو اللي يحبوا يجيو تلمسان ولا يزوروا تلمسان يجيو لهذا الريستورون. جو كونساي سي لا بروميير فوا لي نجي فيه. فرانشمون عندهم اكل تقليدي كما راكم شفتوا سي تري بون. يعملوا المردوم اكل لحم مردوم تحت الارض مشوي سي تري تري بون. الاكل تقليدي ونظيف ولاكوي مليح وعجبني. وما يعرفوني ما والو والله ما راهمش عارفين حتى بدي نعملهم بيبيسيتي، مي في سبيل الله يقول لك ربي احسنوا ان الله يحب المحسنين. هذه هي فوالا دونك هذه لله سبحانه وتعالى. الوغ جو لاس زيدوا تكملوا معايا الفلوغ. دونك هذا هو المطعم كما راكم تشوفوا الحاج مصطفى. بون هادي ريها بالت لابيسين اولمبيك. هاودي لابيسين تاع تلمسان اولمبيك لي يجي من بلادات واحده اخرى ولا يسقسي لابيسين اولمبيك كامل الناس يعرفوها. كما راكم تشوفوا هنا كاين هذا الغونبوان فوالا. دونك بالت لابيسين دونك واسم هندية هذه حتى هذه مكنائيه لا مكناسيه. هذه مكناسيه وهذه هنديه. شو هذه مريم هولاني واش راكي ديري تما؟ لا هذه ماما هادو لي تيوب هادو تاع اليدين باش نعملوا الرشم ولا تعمل الدويره؟ لا الدويره بهذه ماتي هذه هذا الرشم عملت الرشم ريت ريت انا خصك تعمل الرشم. نرفد هذه هذه تاع الرشم وهذه الوغ كما راكم تشوفوا رفدت هذا عود العماري رفدت هذا الحنة دو لي دو أميرو أميرو.
هادي بوهم الوليدة تخلي الزين ها ودا ولدي تبتلو نو نو قزاوة تلونو بس حبيبو ها ودا حبيبو يجاز كامل كامل هذا لونو قز بتاعهم كامل اي يلحبو به يلعبوا بنو نوكس كليوبا يدخي شو شو اسمي جبت لك شو جبت له ولدي نو نوكس يلعب به يخلي لي ولدي اللي يلعب بنو نوكس يخلي لي حبيب ويش يلعبوا بنو نوكس شدي ها دك 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 ايا شوف كيش يرفضوا على بالك ها ودي نونوخش ها ودي نونوخش حبيبو يا ولد النونوس